بلاش مدفع، ها خليك مقدم. الحمد لله. السؤال رقم واحد، عمر اتعرض عليكي قبل كده دور جريء قوي وفكرتي تعمليه بس خفتي من الناس او خفتي من جوزك، بس انت من جواكي كنتي موافقه؟ لا، اتعرض عليا مره واحده فيلم وما وافقتش. انا ما كانش لسه في جوزي، والله انا ناسيه اسم الفيلم، بس اللي فاكراه كويس قوي ان هو دور واحده بتكلم اولاد اونلاين، اونلاين، وتقعد بقى تعمل لهم حاجات وحركات وكده، فانا خفت خالص ما قدرتش اعمل ده. كلمني شكرا. دور حريه فرغلي ولا ايه؟ لا لا، كان فيلم تاني، كان غالبا انتاج استاذ هاني جرجس فوزي. لو اتعرض عليكي دلوقتي دور رهيب، بصي اجره 10 اضعاف اللي بتاخديه، بس جريء، مش لازم يكون فيه مشاهد، بس جريء في لبسه، في ستايله، في اتيتيوده، في كلامه، خصوصا بعد ما خسيتي وبقيتي مزه كده، هتوافقي ولا؟ بصي، انا بحب التمثيل جدا وبلاقي نفسي فيه، بس انا عندي ولادي اهم من اي حاجه في الدنيا، فمش هقدر اعمل ابدا اي حاجه ولادي يخجلوا منها. بس هو ده خلاصه الكلام. ربنا يخليكي اليوم. ربنا يخليك ويكملك بعقلك يا رب. يا عقل يا اصيله. اللفه اللي بعدها، يلا يا سريه. يلا سريه.